أستاذ غزال، بما أنه إحنا حكينا عن مراحلها وكيفية اختراعها والنتيجة اللي تعطيها للشخص، نحكي عن نكهات أيضا بالشعاراتكم 7 نكهات، نحكي عن كل نكهة وشون هنا قدرت تدخل النكهات في الأرجيلة. أوكي، أول شيء بالنسبة للنكهات، نحن النكهات كلها مكونة من مواد طبيعية تستعمل بالأكل وبالأدوية، يعني تقريبا ما كل يوم الشخص عم يستعمل هذه المواد بأكله وبشربه وفيها شهادة من مختبرات، يعني هي سوريا. حتى لها مواد سائل، أنت لنقول بدك مثلا طعمة العنب تشتري قنينة فيها طعمة العنب وتتعبى بقلبها من هون، جوا في بقلبها هون خزان فتشتري الطعمة اللي أنت بدك إياها. فهون نحن المواد اللي عم نستعملها هي مواد مش مضرة وفيها شهادة من سويسرا، والنقطة المهمة برجع نضلنا نكررها إنه ما عنا شيء عم يحترق، لأنه أنت ممكن تجيبي أمراض عشبة صحية شاي ممكن تشربيها بس إذا حرقتيها صارت مضرة. يعني هي أنت حضرتك ذكرت إنه في شهادات من خبراء طبيين، إنه مختبر اس جي اس سويسري، هذا مختبر عالمي عمره فوق 100 سنة، عنده فوق 58,000 موظف بالعالم وعنده 1,000 فرع، يعني بيعطي شهادات للأدوية. فهذا السائل خاضع لفحوصات من عنده بيثبت أنه ما في أي مواد ضارة جوا هذا السائل، فمن هون يعني أساس الأرجيلة بالتركيبة السائل اللي بقلبها. لما يكون عندنا نحن سائل ما يكون فيه مواد مضرة، ممكن شخص يقلك أنه لا في مواد كيميائية، كل شيء عندنا نحن ممكن يكون فيه مادة كيميائية بس مش كل شيء اسمه كيميائي انه مضر، لانه نحن بالاكل وهذا الامراض بحطوا مادة كيميائية لتحفظ الاكل، ففي ناس بيخافوا كلمة كيميائي انه هذا شيء مضر. فنحن المواد المركبة منها هي كلها مواد مش مضرة مش مواد سامة. فعنا نحن 7 نكهات وممكن للمستقبل يكون، وإنها هاي أكسباير إنه يعني مدة لأنين صالحة مدة 3 سنين. فنحن هلأ نقينا 7 طعمات، عنا النعنع عنا العنب عنا التفاح اللي هي مرغوبة أصلا بالحشيشة العادية، وشمام ومانجا وبردقان عنا. فعنا هدول 7 طعمات. الفرق بين هيدا وبين أي يعني بالأرجيل العادية أنه الطعمة هي سائل، ممكن الشخص مثلا يخلط طعمتين 3 طعمات مع بعضها، بس بضيف بقنينة فاضية بحط شوي من العنب شوي من النعنع شوي من التفاح يعمل كوكتيل الطعم اللي هو بده اياه، يصير هو يخلط طعمات جديدة قادر يخلطهم لأنه الطريقة هينة. احد شباب الكادر شربوها قالوا شويه ثقيله، نعم انه هنا شلون واحد منهم قال انه ممكن ان تتوزع في هلا ما هي الارجيلي اول شيء هيدي الكترونيه، يعني اول شيء لها سخان، لما بده واحد يارجل هاي الارجيلي ما فيك اول شيء من اول دقيقتين تحكم عليها، بدك مثلا تقعد 3 دقائق ليحمل السخان تبعه وتكون بلشت. هذا في عنا أكثر من طريقة لتكون نخليها تكون تقيلة أو نخليها تصير خفيفة، بصير الشخص هو بصير يعرف ممكن تزيد مي تقليها تخفف مي تخففيها. وفيها هي بقلبها من عنا نحن، إذا الشخص اشترى الأرجيلة ممكن يقول لك بدي إياها أنا أخفى طريقة، ممكن نحن نقدر نخلي له إياها خفيفة. وفي ناس يعني اللي متعود على الأرجيلة الثقيلة إذا أعطيتيه أرجيلة خفيفة ما بيقدر يشربها، فهي أكثر شيء عنا الصبايا بحبوها تكون كثير سوفت خفيفة. أخيرا ماذا تقول أو توعد المشاهدين اللي حابين يجربون الشيشة الصحية؟ أنا بدي أقول نحن هذا الاختراع اخترعناه مش لنشجع التدخين، اخترعناه للناس اللي هم معلقين بالأرجيلة وما قادرين يتركوا الأرجيلة، بس انقلوا من الأرجيلة العادية لهيدي الأرجيلة. ومنقول للناس اللي هم ما بيدخنوا ما تشتروها، ما 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 تفوتوا بمجال التدخين، خليكم على قولة اللبناني ما تقربوا حدها ما تقربوا حدها، بس للناس اللي هن ما قادرين يدخلوا الأرجيلة ينقلوا على هذه الأرجيلة. أخيرا المخترع وصاحب شركة الشيشة الصحية الأستاذ نزار مقدم، تحية كبيرة لك عبر برنامج البيوت،
وإن شاء الله رح يكون لنا لقاءات أخرى في اختراعات جديدة أخرى وتطورات جديدة لشيشة.